السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخيرات والطاعات والمسرات. أيها الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعني بكم على مائدة كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في مجالسنا الموسومة بتأملات في آيات، في مجلسنا الثامن بعد 160 من تأملاتنا في آيات كتاب ربنا تبارك وتعالى. وهو المجلس 94 من مجالس زبدة التأويل الأثري من مختارات الإمام الطبري رحمه الله تعالى، مع الجزء الثاني من الآية 94 في قوله تبارك وتعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ما سبب نزول هذه الجزئية من الآية؟ أشرنا إليه أمس إشارة، واليوم نفصل فيها تفصيل ونسوق أقوال أهل العلم في سبب نزول هذه الآية، الآية 94. قال أبو جعفر رحمة الله عليه: وقد اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو اليهود أن يتمنوا الموت، وعلى أي وجه أمروا أن يتمنوا. إذن عندنا مسألتان: المسألة الأولى السبب الذي من أجله أمرهم الله عز وجل أن يتمنوا الموت، والمسألة الثانية على أي وجه أمروا أن يتمنوا الموت، كيف يتمنوا الموت. قال أبو جعفر رحمة الله عليه: فقال بعضهم أمروا أن يتمنوه على وجه الدعاء، أن يدعوا على أنفسهم، يدعوا على الفريق الكاذب منهما. إذن بدأ بالمسألة الثانية، وهي على أي وجه، كيف يتمنوا الموت. فقال أن بعض أهل العلم قالوا أمروا أن يدعوا الله، يدعو الله عز وجل، وهي نوع من المباهلة كما ذكرنا بالأمس، أن الكاذب منا أو من أمة محمد يموت دعاء. من الذي قال هذا؟ ساق أبو جعفر بسنده عن ابن عباس، طبعا سند ضعيف عن ابن عباس، قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أي أدعوا بالموت على أي الفريقين أكذب، أنتم أم الذين تكذبونهم أمة محمد؟ يعني قولوا اللهم من كان الأكذب منا فليمت، دعاء. هذا قول منسوب إلى ابن عباس ولكن إسناده ضعيف. قال أبو جعفر، وقال آخرون بسنده عن قتادة، وهذا إسناد حسن، في قوله: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. قال: وذلك أنهم قالوا، يعني السبب، بدأ بالسبب وليس بالكيفية. قال: وذلك أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه،
إذن السبب أنهم زعموا أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وزعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، فكان هذا الزعم سبب لنزول فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فبدأ بالمسألة الأولى قبل المسألة الثانية، وهي يعني ابن عباس تعرض للمسألة الثانية الكيفية، وقتادة بدأ بالمسألة الأولى وهي سبب النزول. فاهم يا رزقي؟ جيد. ثم ساق بسنده عن أبي العالية قال: قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. فأنزل الله عز وجل: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فأبو العالية وافق قتادة في بيان السبب. إذن صار عندنا اثنان في بيان السبب: أبو العالية وقتادة. ثم ساق بسنده عن الربيع قال في قوله: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، وذلك بأنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. إذن ثلاثة من السلف: قتادة والربيع وأبو العالية بدأوا بالسبب، وهو أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فكان هذا سبب نزول الآية، ولم يتعرض الثلاثة إلى كيفية التمني وهو الدعاء. أما ابن عباس فتكلم عن كيفية التمني وهو الدعاء، ولم يتكلم عن السبب. فيكون عندنا أربعة من السلف، منهم من بين السبب ثلاثة، ومنهم من بين الكيفية واحد وهو ابن عباس. أما تأويل قوله عز وجل، إذن هذا بيان السبب وبيان الكيفية، خلاصتها أن السبب قولهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فكذبهم الله ورد عليهم وقال لهم إن كنتم صادقين في ذلك فتمنوا الموت. وبين ابن عباس أن ذلك يكون بالدعاء على من كان كاذبا من الفريقين، هم أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما تأويل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، فإنه يقول: قل يا محمد لهؤلاء إن كان نعيم الدار الآخرة ولذاتها لكم يا معشر اليهود عند الله، فاكتفى بذكر الدار من ذكر نعيمها دار الآخرة، ما قال ونعيمها، لأن الدار الآخرة كلها إما نعيم وإما جحيم والعياذ بالله. فاكتفى بذكر الدار الآخرة ولم يذكر نعيمها لمعرفة المخاطبين بالآية معناها، ونحن المخاطبون بالآية. وقد بينا معنى الدار الآخرة فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وأما تأويل قوله خالصة طبعا ذكر الدار الآخرة جاء في آيات سابقة عديدة، ولذلك أشار إليها أبو جعفر إشارة. قال: وأما تأويل قوله خالصة فإنه يعني به صافية، خالصة أي صافية، كما يقال خلص لي فلان بمعنى صار لي وحدي وصفى لي، صار صفيي، ومنه قول الله عز وجل
إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ومنه قوله تعالى من المصطفين الأخيار. فالخلوص هو الصفاء. نعم، يقال منه خلص لي هذا الشيء فهو يخلص خلوصا وخالصة. والخالصة مصدر مثل العافية. إذن خلص خلوصا فهي خالصة، فهي مصدر خلص. وقياسا على العافية، خالصة العافية قاضية عالية سافلة، هذه كلها على وزن واحد، مفهوم؟ نعم. ويقال للرجل هذا خلصاني، يعني خالصتي من دون أصحابي. فأقول أنا مثلا لآدم كوثر أنت خالصتي من دون هؤلاء الجالسين، لأنه يصور لي مثلا، فهذا معنى الخالصة، يعني هو يصور لي وحدي وليس لكم جميعا. مفهوم ولا ما فهم؟ مفهوم يا آدم؟ نعم. قال وقد روي عن ابن عباس أنه كان يتأول قوله خالصة خاصة، يعني منهم من تأولها بالصفاء عدم المخالطة، ومنهم من تأولها بالخصوصية، وذلك تأويل قريب من معنى التأويل الذي قلناه في ذلك. يعني خالصة وخاصة قريبة، فأنا أقول مثلا آدم كوثر خالصتي، وأقول أيضا آدم كوثر خاصتي، فهمت؟ نعم. ثم ساق بسنده عن ابن عباس قل إن كانت لكم الدار الآخرة، أي قال قل يا محمد لهم، يعني اليهود، إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الخير عند الله خالصة، يقول خاصة لكم. هذا تأويل ابن عباس، خالصة بمعنى خاصة. وأما قوله من دون الناس فإن الذي يدل عليه ظاهر التنزيل أنهم قالوا لنا الدار الآخرة عند الله خالصة من دون جميع الناس، ويبين أن ذلك قولهم من غير استثناء منهم من ذلك أحدا من بني آدم. إخبار الله عنهم أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إلا أنه روي عن ابن عباس قول غير ذلك، وهو ما ساقه بسنده عن ابن عباس قال من دون الناس، يقول من دون محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الذين استهزأتم به، استهزأتم بهم وزعمتم أن الحق في أيديكم وأن الدار الآخرة لكم دونهم. هذا قول وهذا قول، قالوا دون الناس مطلقا، وقال ابن عباس دون الناس يعني دون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والحقيقة التي عليها اليهود منذ أن كانوا إلى اللحظة هذه التي نتكلم فيها الآن، هم يقولون أنهم لهم الدار الآخرة خالصة من دون الناس مطلقا، أمة محمد وغيرهم. ولذلك قال الله عز وجل عنهم في موضع آخر وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، فهم مقدمون على الناس، كل الناس هكذا يعتقدون، وأن باقي الناس حيوانات ليسوا بشرا، وآخرهم وزير الدفاع الإسرائيلي قبل أيام لما قال هؤلاء حيوانات بشرية، هذه نظرتهم للبشر. نعم. وهم أصلا يسعون الآن أن يقرضوا البشر، أن يقضوا على الناس دونهم بكل ما يستطيعوا، ولكن كما قال الله عز وجل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
وأما قوله فتمنوا الموت فإن تأويله تشهوه وأريدوه، أي اشتهوا الموت وأريدوه، لو يشتهوه لجاءهم. وقد روي عن ابن عباس أنه قال في تأويله فسلوا الموت، ولا يعرف التمني بمعنى المسألة في كلام العرب، ولكن أحسب أن ابن عباس وجه معنى الأمنية إذ كانت محبة النفس وشهوتها إلى معنى الرغبة والمسألة، إذ كانت المسألة هي رغبة السائل إلى الله فيما سأله. إذن أبو جعفر رحمة الله عليه يرد زعم ابن عباس أن التمني هو السؤال يعني الدعاء، وإحنا قلنا في بداية الكلام أن هذا مروي عن ابن عباس بسند ضعيف، نعم، ولذلك أبو جعفر بسبب ذلك رد هذا، قال أن إيش رد على أبو جعفر على ابن عباس بأنه ليس معروفا في لغة العرب أن التمني هو السؤال أي الدعاء، ثم ساق بسنده عن ابن عباس فتمنوا الموت فسلوا الموت أي ادعوه، ادعوا الله عز وجل بالموت. لكن ظاهر التنزيل فتمنوا الموت أي في قلوبكم، يصدق قلبكم بتمني الموت ستموتون. ولذلك كما ذكرنا بالأمس أن لو أحدهم لو تمنوا الموت هذا من قلوبهم لشرق أحدهم بريقه، يعني بأقل الأسباب يموت، ولكن الله تبارك وتعالى لحكمة يعلمها هو ما جعلهم يتمنون الموت حتى يبقوا مادة الفساد في الأرض مع عدم محبة الله عز وجل لهم كما هو في صريح القرآن، والله لا يحب المفسدين والله لا يحب الفساد، ولكن مضت سنة الله الكونية أن يكون هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، مضت سنة الله الكونية، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالحمد لله الذي هدانا للحق بإذنه وجعلنا من هذه الأمة المرحومة، وجعلنا ممن يفقهون كلامه سبحانه وتعالى ويتلقونه عن أهله الذين هم أهل الله وخاصته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأذهب بكم إن شاء الله الآن إلى مجلسنا المتجدد من مجالس الشرح اليسير المفهم لمختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفي مجلسنا الثاني بعد 104 في باب في التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين من كتاب الأدب، حيث قال الإمام المنذري بسند الإمام مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين من قبلهم. وهذا حديث عجيب، علاقة الحديث بالباب وعلاقة الباب بالكتاب، الكتاب كتاب الأدب، والباب باب التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين، فالتسمية بأسماء الأنبياء والصالحين جزء من الأدب، الأدب شامل والتسمية بأسماء الأنبياء والصالحين جزء من الأدب، فعلاقة الباب بالكتاب علاقة البعض بالكل، الكل الأدب وتسمية بالأنبياء الصالحين والصالحين البعض. أما علاقة الحديث بالباب فهي علاقة
نصية. يعني الإمام المنذري رحمه الله تعالى أخذ من الحديث كلمات وبنى عليها الباب، وهي يسمون بأنبيائهم والصالحين تسمية الأنبياء والصالحين. فهل هذا الحكم، هذا الباب، باب في التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين، وجوب التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين، استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين، إباحة التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين، هو كما تكلمنا عن عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأبي القاسم، التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين مباح. فإذا قصدت بذلك السنة فيصبح ماذا؟ مستحبا. وسيأتي معنا في الباب التالي إن شاء الله في تسمية إبراهيم، يعني إبراهيم عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم سمى عليه. فإذا أنت تقصد، حين تقصد أن تسمي بأسماء الأنبياء والصالحين، تقصد بذلك أن تصيب السنة، فلك أجر السنة ويكون مستحبا. وأما الحديث فالحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، قال: لما قدمت نجران. وهذا دليل على أن المغيرة بن شعبة كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران. طبعا المغيرة بن شعبة كان من إيش؟ كان من دهاة العرب ومن زعمائهم. تزوج 70 امرأة، كناية عن الكثرة، وكان لا يجمع في بيته أقل من 4. ويقول صاحب الواحدة: يحيض إذا حاضت ويبيض إذا باضت، يعني إذا ولدت كأنه، وإذا حاضت كأنه حائض. وصاحب الاثنتين يعيش قرير العين، وصاحب الثلاثة يبيت قرير العين، وصاحب الأربع أو صاحب الثلاثة كأنه هو، وأما صاحب الأربعة فهو هو. فيقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران يدعوهم إلى الإسلام. قال: لما قدمت نجران، قلنا نجران من أرض اليمن أصلا، هي الآن في جنوب السعودية من حيث الجغرافيا، أما من حيث التاريخ فهي من اليمن. قال: سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون، وموسى قبل عيسى، موسى وهارون قبل عيسى، فكيف مريم أم عيسى أخت هارون؟ هكذا يعني سولت لهم أنفسهم وزينت لهم أن يدخلوا بهذه الشبهة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده جواب في هذا. قال: فلما قدمت، ما أجابهم المغيرة بن شعبة لأنه لا يعرف. قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يتكلمون بشيء بغير علم، حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. والمغيرة يعتبر من علماء الصحابة ومن دهاتهم ومن قادتهم ومن زعمائهم ومن سادتهم، ومع هذا لم يتكلم بغير علم، حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. لأنه مريم من أي قوم؟ من بني إسرائيل. فبين موسى وعيسى من 1800 قبل المئة حوالي 1800 سنة، بين إبراهيم وعيسى 1800 سنة، بين موسى وعيسى حوالي 1600 سنة، 1200 سنة أو 1200 أو 1600، أنا لا أذكر، لكن المقصود بينهم قرون. فكانوا يسمون يعني امرأة عمران
التي هي أم مريم، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، يعني نذرت ما لك ما في بطني، فالتي كانت في بطنها هي مريم. فهذه امرأة عمران كان أبوها اسمه عمران على اسم عمران والد موسى وهارون مع ما بينهم من القرون. وأخت موسى أيضا وأخت هارون، وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. أخت موسى وهارون كان اسمها مريم، فهم كونها امرأة عمران وولدت هذه البنت فسمتها مريم على اسم مريم ابنة عمران أخت موسى وهارون. والشيء بالشيء يذكر لي ولد من أبنائي اسمه محمد أبي، وكانت جارة لنا اسمها مريم عمران، هي عنده يعني في سنه تقريبا الآن، ابني عمره تقريبا 29 سنة، هي عمرها 29 سنة هذه البنت أيضا، اسمها مريم عمران، يعني لو بدنا نضع على هذا تكون مريم ابنة عمران. فكنا نقول له هذه مريم ابنة عمران. نعم، فيعني الناس تسمي بأسماء الصالحين منذ ذلك الزمان إلى زماننا هذا، وهذا مثال الآن أنا يعني حضرني. نعم، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، وهذا أمر معهود. وهناك من لم يكن له اسم قبل، كما قال الله عز وجل عن يحيى: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. أول واحد اسمه يحيى سماه الله عز وجل يحيى: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. فجرت العادة أن يسمي الناس بأسماء الأنبياء والصالحين، وهذه العادة إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن المهدي، وأن اسمه يوافق اسمه، واسم أبيه يوافق اسم أبيه. فالأسماء متوارثة متصلة، أسماء اللاحقين بأسماء السابقين، وأسماء الخالفين بأسماء الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يبارك لنا ولكم فيما قرأنا وفيما سمعنا، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في مجلس قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.